Oh my gosh. Wipe them on my nose. Wipe them on my nose. Three, two, one, action. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم بكل خير. بعد يومين بيجي الهالوين، فقررنا نلبس أزياء الهالوين والميك اب. بس قبل ما نسوي هذا الشيء، إيش هو الهالوين وليش سموه كذا؟ خليني أقول لكم قصة بداية الهالوين. قصة الهالوين بدأت في أوروبا. لما يجي الخريف، يبدأ الشجر يتغير وتيجي الرياح وتنزل أمطار. فالناس كانوا يحسبوا إن في أشباح. فكان رجال الكنيسة يقولوا إن هذه أشباح تجي في هذا الوقت. كانوا يلبسوا أزياء تخوف ويروحوا بيوتهم ويخوفوا الأشباح، يعني ويشغلوا نار ويسووا أشياء تخوف عشان الأشباح تروح. وكانوا الناس يعطيهم فلوس وأكل وأشياء كثيرة عشان هم قاعد يسووا هذا الشيء. بعدها عرفوا الناس إن هذه الحاجة غير صحيحة وما في أشباح وإن هذا الشيء طبيعي. والناس صاروا يسووا مهرجانات احتفالات للمتعة لهذا اليوم. فإحنا الحين حنسوي ميك اب للهالوين، كل واحد حيختار اللي يبغاه وما حتسوي لنا إياه. وهذه هي الأشياء اللي راح أستخدمها عشان أرسم لهم وجيه تنكرية. Perfect, my bro. اي حاجة. واو، كيف شكلك؟ You're such an artist. يا حميدة. Good girl. I see my nightmare over ماما كان طفل أكل سجيري. خلاص الحين جزاري حماما حتسوي لي الميك اب اللي أبغاه. Just won't leave.
جوانا باقي انت يا ماما تجهزي. حتى صباغ شعرك. خلصنا، عجبني مرة حلو. قولوا لنا تحت في الكومنتات اين احسن، حقي حق عزوز ولا حق جوانا. Nothing happened in here. It's just like my face just like lighter. Oh my gosh. Right to my nose? Right to my nose? This is cold. Let it close to my ears. It's red in your ears. Salaam alaikum. مين احسن وجه؟ انا شكلي كيوت. لا تقربي مره انت. اتمنى عجبكم هذا المقطع والارتست ماما. لا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب واهم شيء